أولا شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. في الحقيقة أولا نحن نشعر بسعادة كبيرة ونحن نتواجد في مدينة سمارة، مدينة العلم والعلماء، مدينة الحركة الوطنية، مدينة التي نحبها كثيرا ونعتز بها ونعتز بساكنتها. صحيح أن هذه القافلة التي تقوم بها العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية في هذه الظرفية، خاصة إلى هذه الأقاليم، تأتي في وقت مناسب ومناسب جدا نظرا لما تعرفه قضيتنا الوطنية من مجموعة من الانتصارات، في الحقيقة من الانتصارات التي يقودها صاحب الجلالة نصره الله. ووجودنا هنا في مدينة سمارة التي هي المحطة الأولى، لأننا بحول الله سنزور مدينة سمارة، مدينة العيون، مدينة بوجدور، مدينة الدخلة، ثم ستنتهي بزيارة معبر القرقرات الذي سيعقد به لأول مرة مجلسنا الوطني للعصبة. إذن فهذه المحطة الأولى، إذن محطة أساسية، محطة مهمة، الهدف منها أولا هو صلة الرحم مع إخواننا وأخواتنا في هذه الأقاليم وفي مدينة سمارة بالضبط. والحمد لله البداية الآن بدأت تبشر بالخير. التقينا مع مجموعة من الفعاليات، خاصة فعاليات المجتمع المدني، وتناقشنا في عدد من المواضيع، هذه المواضيع التي يمكن أن تعود بالخير على هذه المدينة. فكما تعلمون فالعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية هي منظمة وطنية، وكما قلت عدد فروعها يجتاز أكثر من 150 فرع على الصعيد الوطني، وهي بنت الحركة الوطنية. إذن 1956 تأسست تحت الرعاية السامية للمغفور له محمد الخامس، والحمد لله تم إحيائها في مارس من سنة 2000 من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كان المؤتمر الثاني ديالها تحت رعايته السامية، ووجه إلينا رسالة سامية أعطى فيها توجيهاته السامية للكيفية التي يمكن أن تنجز بها مشاريع محاربة الأمية والتربية الأساسية. إذا نحن نعتز بوجودنا في هذه المنطقة، وفعلا في اللقاء الذي كان تم بالأمس أعطينا نظرة تاريخية على العصبة، وقدم لإخوان ديالنا في المكتب التنفيذي مجموعة من تجاربهم لكي تستفيد هذه المنطقة كذلك من هذه التجارب. ومما يدل على اعتزازنا بهذه المنطقة هو أكثر من 20 عضو من المكتب التنفيذي انتقلوا كلهم من مدينة الرباط إلى هذه الأقاليم الجنوبية وإلى مدينة سمارة بالضبط. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.